نحن الآن في أحد مراكز الاختراع الموجودة داخل مدينة بغداد الخاصة بالاختراع الخاص لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. المراحل الأولى لهذا الاختراع تبدأ من هنا من حيث تدقيق الهويات ومن ثم إعطاء ورقة الانتخاب للناخب، طبعا بعد المرور بعمليات تفتيش كثيرة قبل الدخول إلى المحطة، وكانت هذه عملية تفتيش مرنة نوعا ما تختلف عن الأعوام السابقة. بعد هذا الأمر يتم أخذ بصمات المخترع كي يتأكدون من هويته وأيضا إعطائه الورقة الانتخابية. هذه الورقة الانتخابية هي أهم مرحلة من مراحل الانتخاب. بعد هذا الأمر يتم التصويت خلف هذه الكابينة المخصصة، طبعا لا يسمح لنا بتصوير الشخص وهو ينتخب على اعتبار أن الانتخاب يعني هو شيء خاص به، لا يمكن الانتخاب. بعد هذه الأمور يذهب الشخص وبعد أن ينتخب يذهب إلى الصندوق، يضع ورقته داخل الصندوق، في هذا الصندوق تحديدا، ومن ثم أيضا يعني يؤشر بأنه انتخب. هذه عملية الانتخاب تبدو بسيطة ومرنة نوعا ما رغم أنها جديدة، يعني ربما على المجتمع العراقي أن يتم التصويت الإلكتروني ويدوي في آن واحد. رغم هذه الأمور تبدو عملية الانتخاب سلسة، لا توجد مشاكل حتى اللحظة، لا يوجد أي خروقات أمنية، وهو مؤشر جيد في انتخابات عام 2018.